شلونك؟ يا هلا، حياكم الله. شو يا اخبارك؟ ما الله، مسوي؟ انا حسيته بالهزه. الله احنا قلنا في سفرتكم بعدين سمعت سفره تكرمون حمامات، شو القصه؟ لا لا احنا لويا، والله لويا ابو احمد. تدري ابو احمد كل الانظمه الجويه تتاثر مع بعض، بدخلنا نظام نظام. الخرع اخف. شوف، هو ابو احمد صار ركض بالفندق، صار ركض بالفندق. الفندق اذا في بصلوح تحس بالهزه، ما في بصلوح ما تحس بالهزه. على حسب ابو احمد كم رختر. ابو احمد هلا، شلونك؟ واصله سهله والله. بصلوح شلونك؟ زينين الحمد لله. والله لكم وحشه، فتره فتره الله حاجيناكم. 5.7 قوه اللي هو الزلزال على مقياس ريختر. دكتور عبد الله العنزي، من مدير مركز الشبكه الكويتيه لرصد الزلازل في معهد الكويت العلميه، سجلت اجهزتهم. تدرون المركز موجود له استعدادات كبيره وفيها اجهزه. صراحه انا بزياره الاسبوع اللي فات لاحظت ان الاجهزه دقيقه جدا، وعندهم اجهزه تقيس حوالين المنطقه. وصار الزلزال في ايران، مو عندنا، غرب ايران، بمسافه 265 كيلو. ترى مو بعيده. تذكرون العام يوم صار الزلزال؟ الزلزال اللي حاشنا كان قوه 7، بس كان على بعد تقريبا اكثر من 600 كيلو متر زين، بين الحدود الكويتيه والعراق. بس هذه لان اقرب فحسينا فيها بالكويت. انا ايش قاعد اقول من امس؟ قلت الله يستر لينا الزلزال. قلت اتنبأ الزلازل. شو اللي خلاك تتنبأ ابو احمد؟ تدري تتنبأ؟ والله صار لنا الحين اسبوعين أي. كل يوم زلازل على قوه 5.7. فخلال فتره الاسبوعين اللي طافوا قلت الله يستر لا يصير زلزال كبير. انت في كاليفورنيا او صوب ايران، صح. في المناطق هذه اللي حصل انه 7.1 صار في كاليفورنيا، تمام؟ صح. هزم هزه قويه يعني، مش شويه. والخوف انه لا يتيهم هزه اقوى على سانت اندرياس فولت اللي موجوده. هذا انصار قصها بالنص. اليوم اللي صار، اي صار لا سمح الله، راحوا فيها يعني مناطق كبيره جدا. صح. اللي صار اليوم الصبح قبل زلزال اللي حاش ايران، زلازل في اندونيسيا، في المحيط الهادئ الشمالي، في مناطق كثيره في العالم زلازلها كلها فوق الخمسة. معناها إذا تحركت القشرة الأرضية من منطقة، قلت الله يستر لا يصير. فإحنا قاعد نتكلم في محاضرة اليوم الصبح، قلت الله يستر لا يصير عندنا شيء. وفعلا بعدها فترة ولا زلزال اللي حاش إيران، لأن فعلا الأرض تحركت تحوش مناطق أخرى، وهذه يزيد المناطق اللي فيها صدوع أو فوالق أن يصير عندها زلزال. وهذا ما صار اليوم، بس المسافة قريبة، لكن أشوى الحمد لله كان على عمق كبير اللي هو 10 كيلو. معناها اذا 10 كيلو زين، انه يكون في اعماق كبيره فما نحس فيها بشكل كبير، الا مثل عندنا الاخوان اللي هم في العماير العاليه، مثل ما قال اخوي خالد وليد انه حس فيها. خالد حس فيها؟ لا لا، ابو احمد بس للتصحيح. خالد كان يحلق بالحمام، فبالتالي وكان بالدور الثالث. دور الثالث اي، فيقول حسسته بهزه. الثاني الثالث معلق ويقول حسباله في سكر. اقول لك افتر راسي انا، شوف الدنيا تفترق. وش شكيت بروحي؟ كتبت في تويتر، قلت حق الناس شو السالفه؟ الحنج تحرك. شو السالفه؟ هذه هي الزلازل المحيطه. بس اشوى الحمد لله ان الزلزال مو عندنا هني بالكويت. الحمد لله زلزال خارج الكويت مثل ما قلنا على قوه 10، مبانينا الحمد لله قويه وتتحمل، رغم ما في كودينج ولا شيء، بس نقول الحمد لله. الحديد المسلح اللي فيه تتحمل، اما على البركه فالله يعيننا. الحمد لله. العماير البعيده العاليه يمكن اللي حسوا فيها اكثر اللي هم اخواننا في برج الحمراء، انزين بالرايه، في مناطق اللي هي الابراج العاليه قد يكونوا حسوا، واللي اقرب على السواحل، لان الزلزال يعني خلينا نقول شمال غرب اللي هو تقريبا، عفوا، شمال شرق مدينه البصره. زين، انا اشوفها على الخرائط الحين على هالمسافات هذه، شمال عبدان وقبل الجبال زاجل، صوب الاهواز. صوب الاهواز صحيح. فالله يعين، ان شاء الله ماكو شيء. لا ما نقول حق الناس، نطمنهم ماكو شيء.